السلام عليكم، مرحبا بكم. عندنا اليوم في الدخول المدرسي الجيف هذه السنة بحلة جديدة وبنفس جديد. هذه السنة اللي عرفت تسجيلات اللي وصلت 150 متعلم جديد بالإضافة للمتعلمين اللي عندنا، والسنة الفارطة كانت عرفت يعني واحد نسبة نجاح مرتفعة اللي وصلت ل 90% بالنسبة لجميع المستويات مع تفاوت بسيط، اللي يعني كانت نتائج جد حسنة. كنطمحوا هذه السنة أننا نحافظوا ونرفعوا من النسبة إن شاء الله ديال النجاح والجودة ديال التعلمات، اللي كتشوفوا ان الموسم هذا العام بدا يعني بظروف حسنه وبشكل مبكر بخلاف السنه الفارطه اللي كانت فيها كتعرف يعني ظروف استثنائيه ديال الجائحه الى غير ذلك. اذا هذا العام الحمد لله راه تم التوصل بالعده ديال مليون محفظه بشكل مبكر، وكذلك يعني التلاميذ كما شفتوا لاحظتوا انهم يعني جاوا كذلك كلهم بحماس لمواصله الدروس ديالهم ان شاء الله بظروف حسنه. ثم التلاميذ المستوى السادس، يعني هذا العام هو الاخير بالنسبه اليكم في المستوى هذا كمحطه كي تنتقلوا الى المستوى الاعدادي. اليوم هو اليوم الاول من الدخول المدرسي يوم 5 سبتمبر، وهذا يوم كنعتبره حنا يوم حفل، وفيه غادي يقوموا بتوزيع المستويات، كل تلميذ يعرف المستوى ديالو اللي غادي يدرس فيه هذا العام هذا. ونتمناو اننا نتوفقوا مع هذا التلاميذ ونبذلوا اقصى جهد، ونتمناو هذه العمليه كلها تدوز بنجاح، سواء على مستوى التوزيع ولا على مستوى الامور ديال الثانويه كلها. وان شاء الله حنايا بتضافر الجهود انا كنوجه الرساله للتلاميذ كلهم على مستوى ديال المستوى السادس، كنطلب منهم انهم يبذلوا ويخرجوا الطاقه ديالهم ويجتهدوا اكثر، وان شاء الله بتضافر الجهود ديالنا وحنا غادي نبذلوا معاهم الجهود ديالنا كلها ان شاء الله، ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.